بالنسبة لك أنت النوري، يعني مرتين خذيت الجائزة، جائزة قرطاج الكبرى. الكبرى خذيت الثانية زادة. ها ما أخذت الثانية. خلينا نتكلم زادة على 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 الكبرى. وإحنا اليوم في قرطاج، شنية الذاكرة بقت لك مكت زوز جوائز الكبرى اللي خذيتهم يعني بقرطاج؟ بالنسبة ومش الأفلام هينة يعني. بالنسبة للفيلم الأول مش كما الثاني. بالنسبة للفيلم الأول كنت حسيت قوة نفس الشغب، أما تحولت من جهة أخرى. كنت أنا مشاغب في النقاشات ضد المخرجين، وبديت لقيت صدري قبلت كل شيء، مي في نفس الوقت حسيت حاجة هي ممكن معناتها مش باهي يعني نقولها، أنا ما نقولها، حسيت روحي اللي أنا تولدت سينمائي كبير، تولدت كبير معناتها ما قدش ما عنديش الوقت باش نكبر ديجا كبير. اي بالنسبه لي معناتها الضجه اللي عملها ريح السنت تذكر حاجه معناتها ما كنتش صورها بكل 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 انت وقت الفيلم عمل ضجه يعني، ومش التوانسه اللي عملوا ضجه على ما اعتقد يعني وقت الدوله المصريين. الدوله المصريين بعدد كبير من المقالات، تقريبا 200 مقال جاوا عن طريق وزاره الخارجيه، وناداني يظهر لي وقتها فتحي يخدم في الإدارة، عيط لي قال لي يجي يحبوا يحكيوا معاك، وشافني حد مسؤول غادي وقال لي راهو كاتبين عليك برشا برشا مقالات. قلت له في كان ثم في الأغلب 10 صحفيين مصريين، هذا إذا كان في الأغلب ما تماش أكثر يستحيل. كيفاش يكتبوا 200 مقالة؟ هذوما ناس ما شافوش الفيلم ويحكيوا في حكاية خيالية. قريت عطاني قريت يحكي في حكاية خيالية، ما ثماش ماهيش الفيلم. الأفلام هذه كلها قائمة يعني على الفرد. أيوه عروج الفرد. أيوه وإحنا في الثقافة بتاعنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني كل الأفلام بتاعها كلها قائمة على الفرد، سواء كان الراجل أو المرأة. أي أنا هذه من الحاجات اللي أنا أكدت عليها أن بروز الفرد. أنا من الناس اللي مأيدينه للآخر، ونحب الفرد يسترجع إمكانياته. وأنا كي نقول الفرد مش ضد البلاد، لا، ضد مثلا العائلة اللي تقمع، ضد السلطة اللي تقمع، أنه الفرد عنده اختيار والاختيار يحترم. وبعتلك عملت بنت فاميليا ولات الفرد أنثى، فهمت؟ يعني وذاك على سميته بنت فاميليا، معناتها الفاميليا هي الكل. لا انا بالنسبه لي الفرد هو الكل.